لو عندك طول نظر او قصر نظر او استجماتيزم فانت عندك مشكله بنسميها مشكله العيوب الانكساريه. مشاكل العيوب الانكساريه حلها واحد من اربعه: اما النظاره، اما العدسات اللاصقه، اما تصليح النظر بالليزر، او زرع العدسات. النهارده هنتكلم عن الليزر وبالتحديد الليزر. تابعوا الحلقه، معاكم دكتور احمد يونس. عشان نفهم ايه الليزر وايه الليزك، عايزين نتكلم عن جزء مهم جدا من اجزاء العين اسمه القرنية. القرنية هي الطبقة الخارجية الشفافة اللي احنا بنشوفها من العين، ودي بتشتغل كأنها عدسة بالظبط علشان تجمع الضوء او تجمع الصورة وتسقطه على مكان داخل العين اسمه الشبكية. الصورة لو ما سقطتش على الشبكية سقطت قبلها او سقطت بعدها، فبالتالي القرنية فيها مشكلة ومش بتقوم بدورها على أكمل وجه. فكرة استخدام الليزر عموما لتصحيح الإبصار بتعتمد على الريشيبينج أو إعادة تشكيل سطح القرنية أو بالبلدي صنفرة القرنية عشان تبقى خصائصها مناسبة علشان تودي الصورة لمكانها المناسب اللي هو سطح الشبكية. بنسمع عن أنواع كتير من الليزر اللي بيستخدم في تصحيح الإبصار. كل الأنواع اللي بنسمع عنها دي احنا ممكن نحطها تحت ثلاث مجموعات كبيرة. أول مجموعة مجموعة الليزر السطحي أو PRK، ثاني مجموعة مجموعة الليزك، ودي أشهر حاجة بنسمع عنها، ثالث مجموعة مجموعة الفيمتو سمايل. في الليزر السطحي احنا بنسلط أشعة الليزر مباشرة على سطح العين أو على سطح قرنية العين من بره. في الليزك احنا بنشيل طبقة خفيفة خالص بنرفعها من على قرنية العين، نسقط الليزر ونرجع الطبقة دي مكانها تاني. في الفيمتو سمايل احنا بنستخدم الليزر علشان نشيل طبقة من داخل قرنية العين من غير ما نفتحها. في حالة ان في مشكلة في العين، والمشاكل كتير هنتكلم عنها، بتمنع ان احنا نستخدم الليزر، فبالتالي هنستخدم زراعة العدسات. بدل ما نلمس القرنية بنحط عدسة داخل العين بتساعد القرنية ان هي تسقط الضوء على المكان المناسب اللي هو الشبكية. المهتمين بالليزر بالذات او اللي بيخططوا ان هم يعملوا ليزك قروا عنه كتير. غالبا انت مش اول مرة تسمع عن الليزك لو بتخطط تعمل ليزك. في كلمات كتير انت بتسمعها وبتسأل عنها الدكتور وانت مش فاهم هي ايه. خلينا اشرح لك بإيجاز ايه معنى كل كلمة بتسمعها. بنسمع كلمة ليزك ببصمة العين. بصمة العين كلمة كوميرشال، الأصل الصحيح بتاعها هو تقنية تتبع حركة العين أو Eye Tracking Technology. فكرة تتبع حركة العين يعني بيكون فيه سنسور مدمج داخل جهاز الليزك بيكون باصص على قرنية العين بتاعتك. أثناء توجيه أشعة الليزر على قرنية العين، في حالة لو العين اتحركت يمين أو شمال بيوقف أشعة الليزر بحيث إن هي ما تنزلش في مكان غير مناسب أو في مكان غير المخطط ليه. من 10 سنين أو أكتر شوية التقنية دي ما كانتش موجودة، وبالتالي أحيانا كانت بتحصل مشكلات غير متوقعة في العملية، لأن المريض أحيانا بيحرك عينه يمين أو شمال لأي سبب. الآي تراكينج تكنولوجي أو تقنية تتبع حركة العين بتؤدي إلى تخفيض المشاكل المترتبة على تحريك العين أثناء العملية بنسبة كبيرة جدا. أي حد بيعمل ليزك دلوقتي بيستخدم التقنية دي، وبالتالي هي مش أوبشن. أنت كده كده طالما بتعمل ليزك في الأيام دي فأنت بتستفيد من تقنية تتبع حركة العين. بنسمع عن الليزك التفصيلي. الليزك التفصيلي ليه مسميات كتير، لأنه السبب في ده إنه كل شركة بتستخدم التقنية دي وبتسميها باسم بحيث يكون براند نيم. في ناس بتسميه توبوغرافي جايدد ليزك، في ناس بتسميه كاستم ليزك، في ناس بتسميه كونتور ليزك، وفي ناس بتسميه ويف فرونت جايدد ليزك. ويف فرونت جايدد ليزك هي تقنية مختلفة شوية، لكن احنا نقدر ان احنا ندرجها تحت قائمة الليزك التفصيلي، لان هي بتفصل طبقا لخصائص عين المريض. الموضوع فيه فيزيكس كتير، بس علشان نبسطه، فكرة الليزك التفصيلي هي انه انت سطح القرنية بتاعك مش املس تماما، بيكون فيه بعض التضاريس زي مسطح ارض بيكون عليه بعض الجبال او التلال. لو عايز احفر 5 متر في ارض مش مستوية فيها التلال وفيها اماكن مستوية، لو حفرت 5 متر على المسطح كله، هل المحصلة انه ارتفاع كل مكان على الارض دي هيكون متساوي مع اللي جنبه؟ بالطبع لا. هي دي بالظبط فكرة الليزر التفصيلي، ان احنا بنصور الخريطة الطبوغرافية للعين بجهاز متطور جدا بيقدر يحدد الخصائص الطبوغرافية لسطح العين، وبالتالي بيتم تسليط اشعة الليزر على كل جزء من القرنية بناء على تضاريسها. معظم المرضى بيستفيدوا من فكرة الخريطة الطبوغرافية او الليزك التفصيلي، لكن اكتر حد بيستفيد هو اللي عنده استجماتيزم. انا كواحد هعمل ليزك تفصيلي استفيد ايه؟ ده بيؤدي الى حدة ابصار افضل، جودة افضل في الالوان والخطوط الحادة زي عقارب الساعة البعيدة على سبيل المثال، رؤية ليلية افضل، بيخفض من معدل هالات الضوء او التوهج اللي بيظهر حوالين الضوء خاصة بالليل. بنسمع مؤخرا عن الفيمتو ليزك.
ايه الفرق بين الليزك والفيمتوليزك؟ قبل ما اقول الفرق بين الليزك والفيمتوليزك لازم نفرق بين الفيمتوليزك والفيمتوسمايل. الفيمتوسمايل هيكون ليه حلقه مخصوص بنتكلم عنه لوحده. الليزك والفيمتوليزك هما حاجه واحده تقريبا، والجزء بتاع تصحيح الابصار بيتعمل بنفس الجهاز، لكن الفرق في التحضير علشان نسلط الليزر على قرنيه العين. في الليزك بنستخدم بليد، يعني مشرط، بيكون مشرط دقيق جدا. الفيمتوليزك تقنية أحدث شوية، بتستخدم أشعة الليزر علشان تعمل الطبقة من القرنية اللي احنا هنرفعها علشان ننزل أشعة الليزر. النهاية أشعة الليزر اللي بتنزل هنا وهنا واحدة، يعني الفرق احنا عملنا الفلاب أو الشريحة بتاعة القرنية اللي هنرفعها ازاي. هل انت هتستفيد لو عملت واحده فيهم اكتر؟ كتير من الابحاث بتقول لا. سنه 2015 فريق من العلماء الصينيين عملوا دراسه مقارنه مطوله عشان يقارنوا فيها بين نتائج الليزك باستخدام البليد والليزك باستخدام الفيمتوسكند تكنولوجي. اكتشفوا ان حده الابصار واحده وجوده الابصار واحده وتوهج الضوء واحد، يعني مفيش فرق ذو دلاله احصائيه كبيره. ولكن هم كتبوا في الاستنتاج بتاع التجربه بتاعتهم ان قدره الجراح على التوقع بسمك الشريحه اللي بتتشال من القرنيه يكون افضل عند استخدام تقنيه الفيمتوسكند. في النهايه انا وجهه نظري ان اي تقنيه جديده بتنزل المفروض ان احنا نستخدمها، لان ده بيؤدي الى ظهور المشاكل اللي في التقنيه دي وبالتالي تطويرها. استخدام تقنيه الفيمتوسكند مفيد على المدى البعيد عشان ده هيؤدي الى تطور التقنيه دي من خلال طرق كتير. اما على المدى القصير فكتير من الاراء اللي انا بتفق معاها انه مفيش فرق كبير بتستفيد بيه. في اسئله تقليديه بنسمعها كل يوم، خليني اجاوب عليها. اول سؤال، عندي 17 سنه ينفع ليزك ولا لا؟ الاجابه لا، الليزك عنده 18 سنه، وممكن الدكتور يحب ان هو ياخره شويه لو حس ان هو المريض محتاج متابعه قبل العمليه. عمري 60 سنه ينفع اعمل ليزك ولا لا؟ نظريا ينفع، بشرط انه ما يكونش فيه ميه بيضه، ما يكونش مشاكل في العصب البصري، ما يكونش اعتلال شبكي سكري، ما يكونش فيه ارتفاع في ضغط العين او ميه زرقاء. لو كل ده سليم تقدر تعمل ليزك، بشرط انك هتلبس نظاره قراءه. معظم الناس بعد سن ال 40 بيفقدوا قدرتهم على الرؤيه لمسافات قريبه، ده اللي بنسميه اكوموديشن. بعد سن ال 40 بتبدا انسجه الجسم تفقد مرونتها، فده بيؤدي الى فقدان الاكوموديشن، بنضطر نلبس نظاره قراءه حتى بعد الليزك. حتى بعد الليزك غالبا هتلبس نظاره قراءه، بس هتشوف على مسافات بعيده كويس. في حلول ممكن نخلي المريض يستغنى بيها عن النظاره، زي فكره تعديد البؤر على القرنيه اللي ليها اسماء تجاريه كتيره، منها بريسب ليزك ومنها سوبرا كور. بس التقنيه دي ما لقتش رواج كبير، او معدل رضا المرضى عنها مش عالي قوي. في تقنيه تانيه اسمها الرؤيه الاحاديه او مونو فيجن، بنظبط عين ان هي تشوف بعيد كويس وبنظبط عين ان هي تشوف قريب كويس، العينتين مع بعض تشوف قريب وبعيد. انطباعي اللي انا بنيه مش بناء على دراسات احصائيه، ولكن بناء على التعامل كل يوم مع المرضى، انه 70% من المرضى بيكونوا راضيين و30% مش بيكونوا راضيين. يعني كل 10 حالات بعمل لهم التقنيه دي سبعه بيقولوا كويس، ثلاثه بيقولوا مش كويس. الثلاثه اللي مش كويس بنستنى شويه وبنظبط العين اللي احنا كنا سايبينها تشوف قريب، بحيث العينتين يشوفوا بعيد والمريض يلبس نظاره قراءه. بنلاقي ناس بعت لنا على الصفحه كشف النظاره بتاعهم وبيقولوا لنا هل ينفع نعمل ليزك ولا لا؟ الاجابه الدكتور ما يقدرش يحدد ينفع تعمل ليزك ولا لا من غير ما يعمل عده فحوصات، منها كشف النظاره، الخريطه الطبوغرافيه بتاعت القرنيه، منها فحص شامل للعين. برضو بنلاقي حد بعت لنا صوره الاشعه بتاعته وبيقول لنا هل ينفع ليزك ولا لا؟ ما نقدرش نجاوب عليك من غير فحص شامل. هو انا هنزل الشغل بعد قد ايه؟ اجابه السؤال ده بتعتمد على طبيعه شغلك. لو انت في مكان مقفول تقريبا معقم او مش ملوث قاعد على الكمبيوتر، انت ممكن تنزل شغلك بعد 6 ساعات من العمليه، مش هنبالغ، خليها بعد 24 ساعه. لو انت مهندس بتنزل مواقع وفي تراب وفي غازات وفي كيميكالز بتتعرض لها، واحنا هنفضل انت تستنى على الاقل اسبوع عشان احنا مش ضامنين ايه اللي ممكن يدخل في عينك يعمل مشكله. هل العمليه بتحتاج بنج؟ لا، قطره مخدر موضعي بتتحط على العين من بره ومش بتحس باي الم. نسبة نجاح العملية قد إيه؟ نسبة نجاح العملية عالية جدا، بشرط إن الدكتور يختار الحالات كويس، يختار العملية المناسبة للمريض المناسب. هلبس نظارة تاني بعد العملية ولا لأ؟ لو أنت تحت سن ال 40 مش هتلبس نظارة تاني بعد العملية إن شاء الله. تابعونا في الحلقات اللي جاية، هنتكلم عن الليزر السطحي وعن الفيمتو سمايل وعن زراعة العدسات بأنواعها. اللي عنده سؤال أو عنده استفسار أو عايز يتكلم معايا في حاجة، أنا بكون موجود كل يوم خميس الساعة 8 بالليل في فيديو لايف على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. اسألني سؤالك وأنا هجاوبك عليه. مع السلامة، كان معاكم أحمد الدوسري.